الإطار والتيار يتبادلان نسف الجسور، ورؤية الهلال الشيعي لن تثبت قبل الثلاثين. بالأزمات هناك لحظات ممكن تتوقع بيها الشيء ونقيضة، ممكن الوضع ينفجر وممكن ينحل، فخلونا نشوف السيناريوهات المحتملة. باختصار، اللي صار هو ذهاب لحافة الهاوية من قبل الطرفين الصدريين وقوى الإطار، وواضح إنه قرار الاتحادية بالتشديد على حكومة تصريف الأعمال غذت نيران الخلاف، لذلك الصدر هاجم الطرفين القضاء والإطار، وقال إنه القضاء يساير أفعال الثلث المعطل المشين، وهاي الأفعال غرضها هو اللعب بورقة الخدمات والتضييق على مصالح الناس لإجبار التحالف الثلاثي على الركوب، وأنهى موقفه بالقول كلا كلا وألف كلا. بالمقابل الإطار نزل بيان رد بيه على الحكومة والصدر، وقال إن قوى الإطار كانت موافقة بالبداية على قانون الأمن الغذائي، لكن بعدين اكتشفت تضخيمه وتقديمه كمشروع بديل عن قانون الموازنة، لذلك وقفت ضده لما فيه من هدر وأبواب فساد. أما الصدر فالبيان اتهم بالتضليل، خصوصاً بإثارة الاتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة، وأضاف إن مشروع الصدر الاستحواذي فشل، بينما مشروع الإطار قائم على استكمال الاستحقاقات الدستورية وضمان حقوق المكون الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر. أيضاً الإطار أعلن موافقته على مبادرة المستقلين واستعداده لقبول مرشحهم لترأس الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها، كفاءة وحيادية. لكن معقولة قوى الإطار توافق على مرشح المستقلين بهالبساطة؟ برأينا هذا مستبعد، والاحتمال الأقرب هو أنه الإطار يحاول الهيمنة على المستقلين ومصادرة قرارهم، أو يحاول قطع الطريق أمام الصدر. إذن الطرفين مصرين على الذهاب إلى نقطة اللا عودة، لهذا الأجواء مقلقة، بدليل أنه البارحة شاعت أخبار عن عقد اجتماع لقيادات سرايا السلام، وعلى الفور نزل بيان من الهيئة السياسية لفصائل المقاومة حذرت به من خطورة استمرار الانسداد الراهن، ودعت الفرقاء إلى الاحتكام بلغة العقل وعدم الانجرار إلى التشنج اللي قد يقود البلد إلى فتنة عمياء لن يسلم منها أحد. هسه لوين رايحين؟ رايحين لسيناريوهين، أما للتوافق وتشكيل حكومة بمشاركة جزء من الإطار، أو البقاء بمنطقة الأزمة اللي قد تنتهي بحل البرلمان. وهذا السيناريو بدأ ينطرح بجدية، بدليل اليوم النائب هوشيار عبد الله كتب إنه التحالف الثلاثي يملك 180 نائب وسهل عليه حل البرلمان. ماذا عن مبادرة السيد مسعود بارزاني واللي عرفناه بهالصدد أن هناك قرار بتأخيرها حالياً، لأن الوضع متوتر وقد لا يكون الوقت مناسب لطرح. بالنتيجة البلد على فوهة بركان، واحتمالات الفرج تعادل احتمالات السقوط في الهاوية. كل شيء وارد، الشارع مليان بارود، وأي خطأ بالتقدير قد ينتهي بينا للسقوط في الهاوية. وربك يستر، قدرنا
يوميا نكررها. الله يستر. حياكم الله. حياكم الله اعزائي المشاهدين. احمد البشير كان يتحداني، طلعت صورته وراح يجي في هذا البرنامج ضيف عزيز، ويعني ما محددين الوقت بعد، بس حقيقه نتشرف ان يكون احمد البشير وياي في البرنامج قريبا جدا. شاب شجاع وقدر ياثر بجيل كبير بالشارع العراقي. خليني أرحب بضيوفي، عقيد الفتلاوي نائب عن ائتلاف دولة القانون من بغداد، وأيضا وياي الأستاذ عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم لابس تي شيرت ولا علم. صيف بعد تدري يعني الجو حار. أنا اتفقت وياك قلت لك لازم تجي مرة ثانية تلبس العلم العراقي، هسه لا علم كردستان ولا العلم العراقي، هاي حيلة ها؟ لا مو حيلة ابدا، ولكن يعني الجو حار وكنت لابس يعني كاجوال وطالع، ف اتصل بي الجماعه فاجيت ما لحقت انه اروح. ما لحقت تلبس، تمشي يلا. ارحب بالدكتور عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسيه من بغداد، مرحبا بضيوفي الكرام. خلي ابدا اولا مع استاذ عقيل اللي هو لابس العلم العراقي، يعني هذا الشيء نقدره. استاذ عقيل، سؤالي الى حضرتك، يعني بيان الاطار التنسيقي اتهم السيد مقتدى بانه خطابه تضليلي، وين التضليل بخطاب السيد مقتدى؟ بتعطيلكم الحكومه تضليل؟ لو بتعطيلكم قانون الامن الغذائي تضليل؟ لو باتهامكم للتحالف الثلاثي بانه تحالف ممكن ان يطبع تضليل؟ تفضل استاذ. اهلا وسهلا بكم استاذ عدنان وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناه يو تي في. حياك الله. يعني نحن نقول ان في السياسه هناك الكثير من الاعتبارات على اعتبار انها فهمت بالعراق على انها فن الممكن. فالخطاب السياسي عندما يكون من هذا الطرف يقابله رد من هذا الطرف ليس معنى ذلك نهايه العالم، وليس معنى ذلك ان يعني العصا قد كسرت تماما، لأن اعتدنا دائما أن اليوم تشنج وطروحات عالية المستوى وتراشق كبير، وبعد أيام يكون الوضع أكثر هدوءا. أستاذ عقيل، كسرها سيد مقتدى البارحة بموضوعة كلا وألف كلا. لا إن شاء الله ماكو كسر عظم. يعني الموضوع لا يعدو كونه يعني قضية سياسية، حالة من النفرزة السياسية بسبب ما يحصل، وهذا طبعا من حق سماحة السيد مقتدى الصدر أن يعيش هذه التجربة من الانفعال، كذلك من حق الإطار التنسيقي، كما من حق المجتمع العراقي الذي يعاني ما يعاني بسبب هذه الـ يعني هذا. بس يا واش استاذ عقيل، ليش تريد توصل لي القصة انه انتم اللي عندكم 180 مقعد مو سيد مقتدى اللي عنده 180 مقعد؟ ترى انتم المية ما واصلين. لا انا ما قاعد اروح وياك الى مرحله، بس اسمح لي استاذ عدنان. يعني انا ما قاعد اروح وياك الى مساله عندنا 180 مقعد، هناك خطاب متشنج يعني واصل الى مرحله من الانزعاج الكبير، خلي اوصفها بهالمعنى، من قبل السيد مقتدى الصدر، قابله ايضا خطاب ولكن ليس بمستوى هذا التشنج. بالنتيجه قضيه سياسيه وارده جدا. الاعتراضات موجودة، ليس هناك خلافات يعني شخصية بين شخص سيد مقتدى الصدر أو كما يشاع بين السيد المالكي. لو كان خلاف شخصي لبان يعني بال 2009 و 2010 أبان تشكيل الحكومة اللي شكلها السيد المالكي، وتدرب أحداث البصرة وما حدث. هناك اختلاف على طبيعة إدارة الدولة، وهذا الخلاف يعتقد الإطار بأنه لابد أن يحتوي البيت الشيعي ويكون منه الكتلة الأكبر،
وسيد مقتدى الصدر يعتقد بأن الموضوع هذا ليس بالمهم، لابد من أن يكون هناك ائتلاف وتحالف وطني طولي يؤدي بالنتيجة إلى إنهاء هذه الحقبة من التوافقات السياسية. الخطاب مو حول الخطاب، لا مو حول خطاب الدولة أستاذ عقيل، خطاب يعني الإطار لحد الآن يتحدث بالكتلة الشيعية الأكبر. أنتوا هذا 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 محل الخلاف. يعتقد بأن استحقاقات البيت الشيعي تكمن في أن ينطلق منها الكتلة الأكبر. إحنا تحدثنا حتى من منبركم حتى معاك أنه الإطار مؤمن هذا الإيمان تماماً، يعتبر أن هذا الأمر تغييب لدور الشيعة بالعملية السياسية. زين. لأنه السنة يأخذون استحقاقهم والأخوة الكرد يأخذون استحقاقهم، يبقى البيت الشيعي متحكم باستحقاق البيتين الآخرين. هذا الإطار مصر عليه، فيما تجد أن الكتلة الصدرية تقول لا، أن الموضوع يجب أن نغادر هذه المرحلة ونذهب إلى تحالف طولي قوامه السنة والكرد والشيعة ونغير مجرى العملية السياسية. مصرين على أنه السيد مقتدى لازم يجي للشيعة، لازم يجي للبيت الشيعي، لازم يجي يشترك في الكتلة الأكبر. اليوم اختلفت المرحلة أستاذ عدنان عزيزي، أستاذ عدنان اختلفت القضية، ظهرت مبادرة للإطار التنسيقي، مو الإصرار يعني بقى كما هو. المبادرة نحن متنازلين عن هذا الاستحقاق للمستقلين على اعتبار جلهم من الشيعة، فإذا اللي يتنازل عن استحقاقه بالنتيجة هو يعني مؤثر على نفسه، وهذا الأمر طبعا يحسب للإطار. طيب. اليوم وبيان الأخوة بالمستقلين أيضا كان بيانا جيدا يرتقي لمستوى الإنهاء الانسداد. حقيقة هذا شيء غريب أنه الإطار شلون يستجيب لمبادرة المستقلين، حتى استجاب لمنو مرشحكم احنا قابلين به، هذا نتناقش به بعدين استاذ، بس خليني اسال استاذ عماد، انتم يعني بالحزب حتى من تظهر حسن النوايا تستغربوا لها ليش استاذ عدنان؟ انتم تريدون يعني المفروض هذه نكافئ عليها نشكر عليها، انه احنا لما نقول يا مستقلين والمستقلين ابدوا بيانهم ومو قالوا لهم يلا سموا مرشحكم اللي تمتثل به الصفات، انا شو تريد من عندي بعد اكثر؟ حتى قضيه اللي عرشت لها جناب قضيه على حافه السكين يا استاذ، وقفتوا البلد على حافه السكين. يا أخي العزيز. بس ارجوك، بس عندي ضيوف استاذ عقيل، استاذ عقيل ارجوك، احنا ما نريد نتهم جزافا. لا مو جزافا، ارجع لك مجال احكي، اذا ما تطيل ماكو فايده. ارجع لك بس خليني اسال استاذ عماد شلون ماكو راح طيرت الفكره. صار سبع دقائق، خلينا انطي وقت للاستاذ عماد والدكتور عبد الجبار. سؤالي للاستاذ عماد، انتم بالحزب الديمقراطي الكردستاني التحالف الثلاثي شلون استقبلتوا خطاب السيد مقتدى وتغريدته؟ تفضل استاذ عماد. نعم، بداية تحية لك أستاذ عدنان وضيفك الكريمين ومشاهدين قناتكم الأكارم. يعني خطاب السيد مقتدى الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر، كان واضحا وبليغا وبلسان عربي مبين، وضع النقاط على الحروف وشخص أين تكمن المشاكل، وخاطب الشعب وخاطب الثلث المعطل وليس الإطار التنسيقي لوحده، خاطب الثلث المعطل على أنه هناك يعني إرادة تقف ضد إرادة الشعب، ضد مصالح الشعب، ضد كرامة الشعب، ويريد أن الشعب العراقي يركع وإلى آخره. كل ما ذكره السيد خطاب جريء وواضح. ما تحكي بشغلة غير الشعب، ماذا بيد الديمقراطية؟ أستاذ عماد، أستاذ عماد، أنا طلبت منك الحلقة الماضية لبست العلم العراقي، رحت لبست التيشيرت، هسه تجيني بهاي الحلقة تحكي لي بالشعب العراقي؟ احكي لي بقصة ثانية تفضل. يعني قصدي احكي لي بقصه ثانيه، يعني واللي يحكي باسم الشعب العراقي يلبس علم عراقي. يا اخي انت رحت لبس التيشيرت حتى ما تلبس علم عراقي، وتريد تقنعني بخطابك بالشعب العراقي؟ لا 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 مو هي مو اخر حلقه ان شاء الله بالجايات نلبس مو التيشيرت شلون البس عليه علم؟ والله ما اشوفك، يعني قلت لك انا كنت برا واتصلوا بي. لا لا ليش يلا يلا اتمنى بس استرسل 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 بس اذا استرسل استرسل اقول لا تحكي لي قصه الشعب العراقي، احكي لي انت كتحالف ثلاثي كحزب ديمقراطي كردستاني. السيد مقتدى البارحه نسف كل الاشياء مع الاطار وقال كلا والف كلا، انت شنو وضعكم؟ مو احنا هذه استاذ عدنان، هذه انا اكدت عليها اكثر من مره ويا جنابك برنامجك، انه
الخلاف مو ديمقراطي ولا الخلاف كردي شيعي، الخلاف شيعي شيعي، بس جماعة بالإطار دي يحاولون يسوقون أنه إحنا الكرد سبب الخلاف والأحزاب الكردية ومنهم الديمقراطي. هذا خير دليل على أنه سبب الخلاف لا السنة ولا الكرد، بدليل أنه المكونين أو الساسف المكونين مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لحلحلة الموضوع وتكليف شخص رئيس أقليم كردستان بإرساله إلى الحنانة مع رئيس البرلمان مع السيد خميس الخنجر، وكذلك الموقف السني. ولكن المشكلة أو العقدة في داخل المكون الشيعي أو البيت الشيعي بين جزء كبير من الإطار ومع التيار، هذه واضحة، والأطراف الثانية عملت على حلحلة هذه المشكلة. يعني ما انحلت، السيد مصر حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، والجماعة دي يقولون لا، يا إما إحنا كلياتنا نشارك يا إما ما خليك. فإحنا شكوا بيد الديمقراطي الكردستاني مثلا أكثر من هذا يسوي. طيب. وللعلم لأنه بهذه المعادلة وبهذا الانسداد المتضرر الأول أنتم متمسكين بسيد مقتدى الوحيد هو يعني مو أنا أعرف الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب برغماتي، السنة هم برغماتي، يعني أنتم شقد متمسكين بالسيد لا الشيخ خميس متمسك؟ لا أستاذ عدنان، لو الديمقراطي براغماتي عرض على الديمقراطي كثير الكثير، ولكن يعني المرحلة تتطلب أنه مو بس تكون راديكالي أو براغماتي، وإنما أكو مشروع ومشروع صحيح، والمشروع هذا يعني مشروع الأغلبية الفائزة، الأغلبية الفائزة. وقت تعرفون سيد مقتدى أستاذ عماد؟ لحد الآن التحالف الثلاثي، تحالف إنقاذ وطن راسخ وقوي وثابت، ولا توجد أي مشكلة داخل التحالف، ولكن المشكلة أكبر من باقي المكونات، المشكلة داخل المكون الشيعي. ومشروع سماحة السيد مقتدى الصدر مشروع واضح، مشروع تحالف طولي، يعني مش بكل المكونات، ولكن إصرار الإطار على المشاركة كإطار بالكل هذا عقد المشهد. وإصرار السيد سماحة السيد مقتدى على أنه يا إما أنتم تشكلوا الحكومة يا إما أنا أشكل الحكومة. طيب. وهذا اللي عقد المشهد. يعني الكرد، أوصل لك معلومة يعني قاطعتني، كردستان والديمقراطي الخاسر الأول بهذا اللي جاي يحصل المشهد المعقد. خليني أسأل أستاذ عبد الجبار، يعني تشوف التصعيد من قبل الطرفين، يعني السيد مقتدى والإطار، يعني شنو رأيك بهذا التصعيد؟ وين ممكن يوصل؟ يعني ممكن أن تكون هناك حرب شيعية دكتور؟ لا سامح الله. بعد لا سامح الله عليهم، هي صايرة الحرب، هي صايرة ترى هي أكو حرب شيعية هسه هم جاي يتقاتلون بيناتهم، بس يعني غير معلنة نقول. تفضل دكتور. بعد التحية لجنابك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم الموقر. طبعا الحديث عن ما يحصل اليوم في العراق، فقط نذكر عما حصل يوم أمس في ليبيا. هناك جهتين حزبيتين من قبائل مختلفة لكن لديها سلاح، حصل صدام أيضا بنوع من أنواع التعبير عن الصدام على شرعية من يحكم، وحتما هناك تأثيرات داخلية وخارجية فعلت فعلها لربما قد تتطور الأمور إلى يعني منحى خطير. إذا أريد نسحب هذا النموذج في العراق، أيضا بعض الاشتراطات موجودة. الطرف الذي ينادي بمدرسة الأغلبية لديه قوة مسلحة قوية، ومعظم قوى الإطار لديهم قوة أيضا مسلحة قوية، هاي واحد. اثنين، كل من الطرفين يمتلك يعني أدوات للضغط المتبادل لعله يفلح في كسر إرادة ما يعتبره خصم. ثلاثة، الحلول، الانسدادات في الحلول حتى الإقليمية، لاحظ حتى السفارات اللي كانت تحتاج أن تتدخل بشكل قوي يبدو أنها تنتظر شيئا ما. هذا الانتظار إذا قاد لا سمح الله في خطأ مقصود أو غير مقصود أمام هذا الانسداد، وجنابك حكيت في المقدمة قلت أنه الذهاب إلى حافة الهاوية،
نعم أننا ماضون إلى حافة الهاوية إن لم نراعي بعض الضوابط التي تضبط الإيقاع، على اعتبار أنه هذا ما يحصل في البيت الشيعي أسميه إن حصل هذا صدام لا أقول هو صراع شيعي شيعي، ولكن أقول هو صراع ضمن البيت العراقي. ما ضابط للإيقاع الآن يعني يتهم. يعني دكتور كانت إيران تدخل حتى هذه الساعة؟ نعم نعم ما ضابط نعم. حتى هذه الساعة لا يوجد ضابط إيقاع، لربما غياب هذا الإيقاع لربما أقول قد أنه يعلمون أنه ليس هناك من مديات للتصادم العسكري المسلح الداخلي، أو أنهم ينتظرون خارطة إقليمية أو توازنات دولية جديدة، أو لعل طرف ما يكسب هذا الضغوط. لذلك أقول يعني ينبغي على الطرفين، من يمثل مدرسة الأغلبية وهم محترمون، ومن يمثل مدرسة الإطار أيضا هم محترمون، أن يراعوا مراعاة أن تكون التنافسات التصارعات محكومة بضوابط. قاني مو يم القاسم يعني الله يرحمه الحاج قاسم سليماني هو اللي وأبو مهدي المهندس، ولكن يعني بعد غياب ولكن نعم غاب الإيقاع صحيح. ولكن الذي لا يعير أهمية إلى ضبط الإيقاع للتصارع الحاصل في العراق، فالذي سوف يخسر هو كل العراق، الطرف السني والكردي والشيعي، لذلك فليتنافسوا بس أنا ما أريد أروح بمديات أبعد حقيقة دكتور، بس خلي أخوضها بهاي الطريقة مع الأستاذ عقيل الفتلاوي. ما انطيتك وقت دكتور بس اعذرني أرجع لك، بس هو سؤال هاي جاب راسي إلى أستاذ عقيل. يعني أنتوا لا بقوة السيد مقتدى على الأرض ولا بقوة السيد مقتدى السياسية في البرلمان والحكومة، أنتوا يعني أي معركة ممكن تخوضوها مع سيد مقتدى الإطاريين يطلعون خاسرين كل الأحوال. عدنان أنت ليش يعني دا تصور المشهد وكأن هناك معركة حاصلة؟ انطيني من 2003 لحد الآن معركة شيعية شيعية طرفها سيد مقتدى الصدر. ترى مقتدى الصدر ابن محمد صادق الصدر اللي لم العراقيين استاذ لا يذهب الى معركه مثل ما انتم الان يعني قاعد تحشونه وتسولفون بيها. يعني انتم جاي تسووا شنو مثلا؟ تفخم المساله وكانما انا هسه انا قاعد هناك بارك بالاستوديو راح اطلع كانما اكو جسمه. شنو اللي صاير بالموضوع؟ القضيه لا تعدو كونها اتهامات سياسيه ليس الا، يعني هذا التصور وهذه الهاله وهذا التخويف اللي دا يحصل انا اشوفه جزء يعني ما اعرف ما ادري شلون افسره. بس يعني بس بس انت ما تعرف الشارع شلون يغلي ابدا، ما تعرف الشارع شلون يغلي. شيعية ستحصل شارع يغلي وين هو غليان الشارع؟ اذا انت تروح لصفحات الفيسبوك، صفحات الفيسبوك كل شيء ينحكى بيها. اليوم العقلانيه والحلم اللي موجود عند قاده الاطار وعند سيد مقتدى الصدر اكبر واعمق من ان يدخلون الشعب العراقي في مثل هكذا معركة قد تقلب الطاولة وترجعنا إلى أمور لا تحمد عقباها. المسألة غاية ما في الأمر سياسية، يعني القضية عبارة عن ثلثين وثلث، ولربما هذا الثلث ينتزع منه جزءا وتذهب القضية إلى احتكام الثلثين لينتخبوا رئيس جمهورية وتسير الحكومة بالشكل الطبيعي جدا. ثم هناك مهلة أمدها 30 يوما أعطاها سيد مقتدى الصدر. أنت استمعت إلى أستاذ عبد الجبار يقول وصلنا إلى حافة الهاوية، هذا مو كلامي. الشارع يغلي جبار خمومة يعني من مرجع عسكري، الشارع يغلي يعني استخبارات البارحة تظاهرات بالنجف احنا ما نريد ندفع الامور استاذ عقيل امكانيات والمجسات أبد. احنا والله نوصل الى مرحلة المعركة ان شاء الله ماكو معركة والحلول موجودة، واحنا اذا كان هناك قضية نزاع على موضوع مثلا على سبيل المثال قضية الدعم الطارئ للامن والغذاء اليوم غد عندنا جلسة بما يخص هذا الامر. طيب متفاهمين ليس بين الفرقاء السياسيين أكثر مما هي قضية تراشقات إعلامية، أرجو أن لا تهول هذه القضية ويدعو لا تخويف الشعب العراقي. لا بس أنا البارحة لاحظت شيء، أكو بيان طلع أنه خبر طلع أنه سرايا السلام قادة سرايا السلام اجتماع، وأيضا في نفس الوقت فصائل المقاومة هيئة تنسيقية فصائل المقاومة صدروا بيان وكأنه يقولون احنا موجودين. استاذ عقيل احنا
نتحدث الواقع. سرايا السلام موجودة معروفة. الواقع يغلي. تحتاج الاجتماعات حتى اللي سدعينا سدعينا. يحركها سيد مقتدى الصدر بإشارة بسيطة. اسمح لي. هاي وحدة. والشيء الثاني بالنسبة للفصائل المقاومة كان بيانها تهديئياً ودعوة إلى الحوار ودعوة وليس فيه شيء من التهديد. فلم يبدر من الطرفين المسلحين، أنا ما أتكلم عن السياسة، سواء كان سرايا السلام أو فصائل المقاومة، أي شيء يدعو أو يثير هذه الحفيظة ويثير هذه المخاوف. إن شاء الله ماكو مخاوف والبلد يسير باتجاه، ربما هناك مسألة انسداد سياسي تعالج بكثير من الأمور. احنا هسا أول شيء بدأ هي قضية المبادرتين، مشتركات المبادرتين واردة وواضحة، لكن الذي شنج الموقف بصراحة هو قرارات المحكمة الاتحادية التي تفاجأ بها كسر العظم البارحة سيد مبتدا كسر العظم. إن شاء الله أستاذ عدنان أطمئنك، لا وألف كلا، وإن شاء الله الأمور تسير باتجاه جيد ولا تخشى من كسر العظم. لا لم تحدث معركة طرفيها بيت شيعي طرفها سيد مقتدى الصدر. طيب. أطمئنك من هذا الأمر. طيب. إن شاء الله هم متوجهين إلى أعداء العراق. أستاذ عماد، يعني البارحة سيد مقتدى أعطى الحرية للتحالف الثلاثي، لتحالف لحلفاء بالتحالف الثلاثي، لكم مطلق الحرية بالتحالف مع قوى أخرى بتشكيل الحكومة. ما شفنا رد، ماكو رد على كلام السيد مقتدى لا من السيادة ولا من الحزب. يعني ردوا عليه، قلوا له لا احنا باقين وياك. مو هذا الصمت شوية بي خشية. يعني هذه المبادرة الأولى للسيد قبل ماكو مبادرة، ما جاي احكي لك على أقول لك خطابة يعني تغريدته، مو تغريدته وخطابه، التغريده قال بيها لكم الحريه. طيب ردوا على الرجل، قلوا له لا احنا باقين. قبل الذهاب دكتور استاذ عدنان، قبل الذهاب الى المعارضه الوطنيه بالثلاثين يوم قبل رمضان، ام غرد السيد وانطى مهله للاطار 40 يوم وليس 30 يوم، وقال اذهبوا تحالفوا وشكلوا الحكومه الى 9 شوال. ايضا ما تغير شيء لا الديمقراطي ولا السياده، بقيت مو قلت لك لحد الان موقف ثابت وراسخ وما تزعزع التحالف، تحالف انقاذ وطن ثابت لحد الان. دون ذلك ليش ما صدرت بيانات؟ هذه يعني مو اختصاص، يعني ما اقدر اجاوبك ليش ما صدرت بيانات، لانه ايش اقول لك، الوضع كله متشنج، وضع بصوره عامه، الوضع السياسي، وضع الشارع محتقن مثل ما تقول، واحنا نتمنى مثل ما يقول الاستاذ عقيل انه ما يكون اصطدامات، ما يكون، بس انا كمراقب سياسي اقل الاحتمالات راح تصير اعتصامات ومظاهرات، انه الشعب ما راح يتحمل هذا الانسداد السياسي وكل اشغاله متوقفه وخدمات ماكو والعالم مقبل على باتجاه ازمه غذائيه والى اخره. فاحنا نتمنى انه فعلا ما يصير اصطدامات بين الشعب العراقي الواحد ايا كان سنه شيعه 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 كرد بكل مكوناته. طيب. ولكن الموضوع كما يعني ذكرت لك بس خليني اسال. نعم. شيء انه يعني اسال عن بيان الاطار اللي الدكتور عبد الجبار، يعني بيان الاطار يقولون السيد مقتدى فشل بمشروع الاستحواذي. أنت تشوف أنه السيد مقتدى فشل بهذا المشروع وفعلا هو مشروع استحواذي دكتور عبد الجبار؟ أستاذ عدنان خلي بس لا خلي لا. لأن ما انطينا وقت الدكتور عبد الجبار أستاذ عماد. نعم. خلي أخذ وقته، تفضل. نعم 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 عفوا 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 طبعا. نعم. هو أصلا هناك اختلاف في اتجاهات إدارة الدولة العراقية ما بين مدرسة الأغلبية ومدرسة الإطار. حتى هذه الساعة لا نستطيع أن يكون هناك يقين بفشل كل من المدرستين. أما عن موضوع الاستحواذ فالذي يوجه هكذا مثلا مصطلحات عن المدرسة الأغلبية فهو شريك له في الحكم وفي السلطة وفي السيطرة وفي الهيمنة وفي السلطة السياسية والاقتصادية. إن كان هناك استحواذ بشكل فعلي يفضل أن كان تعرض بطرق يعني دستورية قانونية على الأقل تقدير الرأي العام العراقي يطلع عليها. ولكن طالما الدكتور عقل قال هو تراشق إعلامي، نتمنى يكون ذلك، لا نظن بأن هناك حتى هذه الساعة بفشل مشروع الأغلبية.
ولا نعتقد بأن الضغوطات حتى وإن كان هناك توظيف لقرار المحكمة الاتحادية وهو قرار محترم وموضوعي، توظيفه بشكل أن يكون عنصر ضاغط على مدرسة الأغلبية. وفي رأي المتواضع والقاصر أنا أعتقد لا الطرف الكردي ولا الطرف السني سيتخلى عن مشروع مدرسة الأغلبية حتى وإن اضطر جميعا للذهاب إلى المعارضة. أما من الناحية العددية، إذا كانت مدرسة الأغلبية اللي عدها حتى هذه الساعة 180 179 صوت قد فشلت، فما بال الإطار الذي يملك حتى هذه الساعة خلينا نقول 110، وحتى إذا حاز نصيب من المستقلين ب 50 60 مقعد، إذن هم حيوصل 170 يعني 179. نعم 107. إذن إلى كلا المدرستين ستعاني من نفس الانسداد السياسي والدستوري. اللي يهمنا هو ما يلي، نبحث عن مصلحة مشتركة. إذا كان مثلا الإطار يقول أنه قد قبلنا بقانون الأمن الطارئ والغذائي فيما يخص توفير الغذاء، أنا أعتقد إذا كان هناك مبادرة من مدرسة الأغلبية بطرح موضوع هذا القانون من جديد، ليس من باب باعتباره باب من أبواب الموازنة الجاية من السلطة التنفيذية، ولكن باعتباره استنادا للنص الدستوري المادة 60 أعتقد الفقرة ثانيا، باعتباره مقترحا ويخفف ويلطف ليس بحجم الأرقام المطروحة، من الممكن تمرير هذا القانون يصبح عنصر بادرة إيجابية ما بين المدرستين، مدرسة الأغلبية ومدرسة الإطار، حتى يبقى يعني يسير نوعا ما من التفاهم. على ما يبدو، من على ما يبدو الإطار الآن مرتاح، يعني هو أخذ الجزء المعطل، أخذ النصيب المعطل وخلاص هو مرتاح، خلي التحالف الثلاثي ينشغل. ماكو نعم. ماكو خيار عدل. الاحتمال الثاني سواء كان الطرف الكردي براغماتيا بالمعنى الإيجابي أو طرفا ملتزما بتحالفاته مع السيد مقتدى الصدر والحلبوسي، أنا أعتقد إن ذهب باتجاه وبعد الاستشارة المتبادلة ضمن التحالف، إن ذهب باتجاه وتسوية الأمر والموضوع مع الاتحاد الوطني الكردستاني، لربما سيكون هذا أيضا عنصر إيجابي من الممكن أن يسدد من خطى مدرسة الأغلبية، ولكن أيضا هناك شروط متبادلة. الخيار الثالث، لربما بعض المستقلين ليس الآن ضمن 30 يوم لربما سوف ينخرطون إلى مدرسة الأغلبية. دالتي في ذلك أقول 180 تحتاج إلى 220 40 مقعد، 40 عضو من أعضاء مجلس النواب المحترمين، لكن 110 تحتاج إلى شقد. إذن الصعوبة العددية أمام الإطار يستلزم أن يتفاهموا من جديد حتى مع الأغلبية، والانسداد اللي حاصل في العقبات الموجودة أمام مدرسة الأغلبية لربما أقول يستطيعون حلها بطريق مباشر أو غير مباشر، عبر الورقة الكردية الداخلية أو عبر ورقة المستقلين. أنت تميل يا مدرسة دكتور؟ أقول توافق. أنا أميل للمدرسة العراقية التي تحترم حقوق المواطن وحرياته، وفي إطار اختصاصي الأكاديمي اللي أشكل عليه دكتور عقيل، ما أعرف يعني بالبداية بعد ما حكيت حكايتين وأشكل على اختصاصي أقول له شكرا جزيلا. باعتبار أني تلميذ في العلم السياسية أقول الديمقراطية في تعريفها البسيط حكم الأغلبيات، هذا التعريف الجديد اللي طور لحكم الأغلبية، حكم الأغلبيات واحترام حقوق الأقليات بالمعنى العددي السياسي وليس الاجتماعي أو المذهبي أو الطائفي أو العرقي. يعني أميل لهذا التعريف. يلا أستاذ عقيل، بس هو ترى واضح كلام الدكتور، حكم يعني الأغلبيات. لا أواني أقدر ما تفضل به، أقدر ما تفضل به الدكتور، يعني جيد. إحنا خلينا نروح إلى هذا المفهوم، مفهوم الأغلبية، لكن اعطيني مستلزمات المعارضة، اعطيني رئاسة مجلس النواب واعطيني رئاسة اللجان، أكون بخدمتك. أروح لمعارضة وراح تصير معارضة منتجة وجيدة جدا بتقديري، مع أغلبية أيضا جيدة جدا، لكن أنت تأخذ رأس البرلمان وتأخذ رأس اللجان وتخلينا أنا. والله يعني هي القضية نعيدها، يعني ما أقول ما يخالف هذا اللي تفضلت به دكتور. أما بما يخص قضية، حتى إذا عندك إجابة، أما بما يخص قضية القانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هذا اللي تفضلت به اليوم احنا بصدده، غدا ان شاء الله سنجلس جلسة نهذب ونجعله مقترحا، لان احنا بالاصل احنا اللي طالبنا وزارة المالية وزير المالية بانه نعالج قضية الامن الغذائي وقضية الكهرباء والمتطلبات المهمة للمواطن العراقي.
على اعتبار انه الموازنه لا يمكن ان تاتي الان في وقت يعني حكومه طيب. تصريف الاعمال. بس سؤال وجينا دكتور يعني في الجلسه كان الرقم 9.6 مليون دولار، فوجئنا واذا به 25 مليون دولار. هذا موضوع، هذا موضوع ناخذه باكر استاذ عقيل، هذا موضوع ممكن ناخذه باكر، احنا نريد نتحدث باكر عن قانون بس سؤالي الى حضرتك، يعني قوى الاطار متمسكه بالحفاظ على الكتله الاجتماعيه الاكبر اللي هي اللي هو الشيعة، ايش قد هذا الموضوع يهم الشيعة اليوم؟ ايش قد تتخيل انه شيعة العراق يهتمون بموقف الاطار انه يريدون رئيس وزراء ممثل من قبل قوى القوى السياسيه اللي ايش قد ممكن يهتمون الشيعة بهيج قصه يعني؟ اخي استاذ عدنان يعني هسه هذا الامر يعني سؤالك بصراحة بإيجابية أنا أشوف، لأنه اليوم المواطن ما عاد يهمه أن يكون شيعيا أو غير ذلك بسبب الظروف المحيطة به، بسبب العجز الكبير بالخدمات، بسبب أخطاء الكبيرة التي عانى منها بسبب الحكومات السابقة. أنا أتفق وياك بهذا الأمر، ولكن قوى الإطار بحكم ما عانته من الحقبة الماضية في زمن النظام البائد لا تريد أن تفرط بحقوق المكون بهذه الطريقة، ولا تريد أن تكون هناك سابقة جديدة أن من يتحكم باستحقاق المكون هو البيتين الآخرين الذين هما لهما كل الاحترام والتقدير على اعتبارهم جزء لا يتجزأ من العراق. البيتين الآخرين تمسكا باستحقاقهم، فلذلك فالبيت الشيعي من باب أولى أيضا يعني يتمسك باستحقاقه. أن يولى الأمر إلى وجهة نظر المجتمع، المجتمع رؤيته تقتصر بما يحتاجه من خدمات، مع احترامي يحتاجه من قضايا تنقصه، ولكن القضية الأكبر والحفاظ على وجود البيت الشيعي هي بمهمة القادة والسياسيين. هل أستطيع أن أقول مع احتراماتي إلى البيت الشيعي وقوى البيت الشيعي، هل أستطيع أن أقول أن هذه الكلمة، كلمة أنه الكتلة الاجتماعية الأكبر الشيعية، هل أستطيع أن أقول إنها كلمة حق يراد بها باطل؟ لا لا، ما أنا بالنسبة لي لو كانت كذلك قلت لك الآن بالوقت الحاضر، لأن أنا حتى من أطلع بالقنوات الفضائية لا أمثل لا إطار ولا دولة، كان أمثل نفسي وجهة النظر التي أقتنع بها. لو كان هذا الأمر فعلا موجود أنا أقول لك، لكن القضية تحتكم بوجهة نظر، قضية وجود هناك أزمة ثقة صراحة، خلنا أحكيها هيجي بل معنى هذا، يعني هذه أزمة الثقة توارثناها حتى من الزمن الماضي من الزمن البعد، فلذلك نريد أن نأتي أو نبقى على هذا الأسوة حسنة بالكرد أيضا محافظة على البيت الشيء. أستاذ أيضا الكرد أيضا مستباحين وناس أيضا مقموعين وأيضا تعرضوا إلى ظلم، شو ما عندهم هاي العقدة اللي لدى الشيعة يعني الكرد أيضا منقسمين. لا ما تعرف ليش؟ لأن الكردي الآن ما يمكن أن أحد أن يتدخل بعد ما وصلوا لهاي القناعة، وصلوا لهذا الشعور بأنه استحقاقهم ثابت وما ممكن أن يتدخل أحد، بالنتيجة هم مطمئنين ويتعاملون والأمور بهدوء. قصدي أكو مقابر جماعية مشتركة بين الشيعة والكرد، تغيب دورنا وأكو مظلومية واحدة مشتركة بين الشيعة والكرد. خلينا نبعد السنة على محمل الجد، على محمل شلون هي؟ على محمل شنو؟ على فرض الجدل. على الفرض هالشك، على فرض الجدل زين. بس اقول يعني انتم يعني مشتركين الكرد والشيعة. نعم احنا حتى في الجامعات كنا مشتركين، يعني الكرد والشيعة دائما احنا شفنا نعاني من المظلومية ونتهامس. يعني الكرد ما طالبوا مثلا يعني اليكتي لوحدهم والحزب الدين يعني ما متفقين على فرض الجدل هسه ذكرته. يعني هسه استاذ عدنان اسمح لي بقراءتك، بقراءتك الان، بقراءتك البسيطه او العميقه، واحده من عندن تختار لي، هل من الممكن ان ياتي اي شخص اخر سواء كان سني او عربي ان يعني سني العفو او شيعي ان ياخذ دور رئيس كردي او يتحكم بذلك، حتى لو كان التحكم بشخصين كرديين؟ طيب. نفسهم يعني كما حدث بال 2018، بالنتيجه البيت الكردي مطمئن لهذه الحاله، ما يجي واحد غيرهم.
احنا اللي نخاف من ان ياتي شخص متحكم به. لديكم هذا الخوف استاذ عماد؟ يعني بكل صراحه لديكم مثل هذا الخوف، مثل هذا التخوف استاذ عماد؟ تفضل. يعني اولا استاذ عدنان، احنا خلينا نسمي الاشياء بمسمياتها. الجماعه بالاطار يعتبرون اكثرهم طبعا يقول ما يقولون اطار تنسيق، الاطار الشيعي يعتبرون التيار الصدري غير شيعه مو شيعه، لذلك يقول لك احنا هذا مستحقات المكون الشيعي او استحقاقات المكون الشيعي واحنا نمثل الشيعه ونخاف لا يجي واحد غير شيعي. ادري المنصب، يعني احنا ليش دائما شماعه الاخطاء والفشل حاضره؟ الكرد هسه صاروا الكرد والسنه، صراع واضح على منصب رئيس الوزراء اللي هو من حصه المكون الشيعي. احنا خلينا نفتهم التيار الصدري شيعه لو مو شيعه، واحنا مو نقرر الكرد ولا السنه منو يكون رئيس وزراء. الكتله الاكبر اللي هو التيار الصدري، القائمه الكبيره، القانون الانتخابات رقم 9 اللي الاطاريين دعموه بكل قوه. ماده 45 تقول تفضل استاذ باجلان تفضل. الماده 45 تقول احنا ما نتدخل. ليش نتدخل؟ ماكو تدخل، على العكس تماما. احنا شوف كل الرئاسات لما اكو تحفظ من انت تريد هذا التحالف الثلاثي يصير كتله اكبر تدخلت طبعا. مو انا سميتها استاذ، مو انا سميتها مقاطع. قانون الانتخابات رقم 9/2020 قانون الانتخابات رقم 9/2020 انتم دعمتوه بكل قوه. ماده 45 تقول هذه يعني انهت الجدل على الكتله الاكبر. القائمه الفائزه الاكبر هي الكتله الاكبر، هي تشكل نواه الكتله الاكبر. لذلك جماعتكم ما يحكون هسه على الكتله الاكبر، يقولون لازم نشكل كتلة مع التيار الصدري حتى نصير الكتلة الأكبر. الكتلة الاجتماعية. ما تمشي ما تنطلع على المواطنين. يسموها الكتلة الاجتماعية الأكبر. الكتلة الاجتماعية الأكبر. إيه يومياً 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 يسموها تسمية. في حين الإطار التنسيقي لحد الآن لا هو كتلة برلمانية، يعني لا هو يعني قائمة واحدة، لا كل شيء متعب. مجموعة قوائم عندها مقعد مقعدين وثلاثة التموا باستثناء دولة القانون عندها 35 مقعد. سووا إطار شيعي. بالمناسبة الدكتور أستاذ العلوم السياسية ذكر أكثر من مرة عدد نواب أو مقاعد الإطار التنسيقي 87 مقعد مو 110، 87. أنت البقية بعدهم ما مضمومين، ما منضمين إلى هذا التحالف. أستاذ عدنان أريد أقول لك شغلة، دائما إحنا يعني ككرد في وين سميتوه اعلنتوا عنه ثبتوه بالبرلمان ماكو شيء. هذا واحد. اثنين احنا دائما الشيعة يعني جماعتنا اخواننا بالاطار التنسيقي لما يطلعون يحكون على تضحيات ومظلومية الشيعة، احنا 100 سنه ككرد ضحينا، ومثل ما تفضلت ما نتعامل بهاي يعني هالطريقه ونحاول نجيش مشاعر القوميه او المذهب والى اخره. اخي التوافقيه بالعراق فشلت 20 سنة فقر وويلات وحروب وإلى آخره. الرجل عنده مشروع سيد مقتدى الصدر، وكذلك الكتل الفائزة تحالفوا وياه. ليش توقفون ضد المشروع؟ لأنه راح يخدم أهل البصرة وأهل العمارة والناصرية. يعني عجيبة هذه. هذا المشروع خليه يمشي، مشروع الأغلبية ما راح تقوم القيامة ولا راح تخلص الدنيا. وبعدين الكرد ما عندهم عقدة لا من السنة ولا من الشيعة، بدليل رغم كل هذه الظروف كردستان فاتحة أبوابها للكل. طيب. وما عندها مشكلة مع الإطار. خلينا نحدد سيناريوهات الحل. يعني دكتور عبد الجبار، احنا أمام ما عندنا خيارات كثيرة. لو عندنا سيناريو إعادة انتخابات وما أعرف قانونيا شلون راح يفسر هذا الموضوع ومنين ينطلق ما اعرف صراحه، وعندنا سيناريو اخر ممكن انه الاطار التنسيقي يتجزا او يذهب جزء من عنده الى السيد مقتدى، لن او عندنا شيء اخر الان جاي يحصل. دكتور عبد الجبار، هو اكو مفاوضات بين اليكتي والبارتي ممكن انه يتمخض منها شيء اخر. أي سيناريو برأيك ممكن أن يكون هو سيناريو حل لهذه الأزمة؟ يعني قبل ما أجيبك على السيناريو أستاذ عدنان، إذا سمحت لي، فيما يتعلق موضوع المعارضة هذا صحيح، وأنا اقترحت قبل 3 أيام كأكاديمية قلت ما يلي: أنه من الضروري لمدرسة الأغلبية أن تشرع قانون تسميه قانون المعارضة
اللي حتى يتيح مو مطاط بمواد كثيرة، 7 مواد تكفي تعطي إطار تشريعي قانوني مقبول لكل من يريد أن يذهب للمعارضة داخل السلطة التشريعية. هذا من حقه، يريد يحصل على معلومة، يحاسب، يراقب السلطة التنفيذية، مفاصل الدولة، هذا من حقه. هذا أيضا من الممكن يكون أحد القوانين التي من الممكن أن تقرب من وجهات النظر بين الطرفين. ماكو ما إلى جانب أكو هيش قصة دكتور. بعض اللجان في ال... أكو هيش ق... أنا ما مار علي هيش قصة. دا أقترح لك أنا دا أقترح لك أستاذ عدنان دا أقترح لك هذا من الممكن. الشغلة الثانية، الشغلة الثانية في النظم الديمقراطية البرلمانية للمعارضة، هو أبو الأغلبية هو يعطيهم أهم اللجان حتى يصير نوع من انواع التوازن اللي تشيك والبالانس والرقابه والتوازن، يعني كل هذه المصطلحات التي من الممكن. ما عندنا هيج ثقافه. اي مو انا اطرح لك كاكاديمي حتى اثبت توازني امام يعني المشاهدين وامام الدكتور. نعم. عقيل اتحدث. نعم. بلغه اكاديميه بمصلحه عراقيه عليها واحد. اما السيناريوهات الاقرب، انا اقول لك بكل صراحه لن يتنازل السيد مقتدى ولن يتنازل السيد مسعود برزاني ولا السيد الحلبوسي عن الذهاب في التحالف إلى أبد الآبدين، حتى وإن اضطروا لممارسة المعارضة وحتى وإن كان في ذلك خسارة لهم لاعتبارات محلية وإقليمية ودولية. هاي واحد. الأقرب للخيارات هو لربما أقول، أتحدث في إطار التحليل وليس المعلومة، التفاهم الكردي الداخلي ما بين الديمقراطي البارتي والاتحاد سيوجد بوابة وبصيص لحل هذه المشكلة، ولكن تشترط ما يلي: أن يكون هناك حوار معمق بين قادة الإطار التحالف الثلاثي للتفاهم على طبيعة هذا الانتقال والتحول، حتى لا يفسر هذا التحول على أنه كان تحولاً براغماتياً جاء نتيجة الضغوط، ولكن طيب إنما نفرض كان هو نفرض إطار خلينا نسميه نفرض جد أنا اليوم عنده مشكلة. نعم. بالنفرض نفرض جدلاً إذا اليكتي مثلاً راح مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لنفرض جدلا انه التحالف الثلاثي قدر يوصل الى ال 220، تتخيل قوى الاطار. فتنعقد الجلسه ويختارون رئيس الجمهوريه ويكلف رئيس الوزراء لا بالخيارات التي تراها مدرسته الاغلبيه، ولكن هاي اكاديميا. نعم. عفوا انا احكي واقع شارع. نعم ممكن اقول لك ولكن قلت لك اعتراضيه، ولكن مدرسة الإطار لديها أيضا من الوسائل على مستوى الشارع، لربما على مستوى النص القانوني أو الضغوطات المتبادلة أو التدخلات الإقليمية التي سوف تعيق هكذا حل. في تلك اللحظة من يعيق أي حل لتشكيلة الحكومة لعقد جلسة مجلس النواب، أنا أعتقد الرأي العام العراقي من حقه أن يحاسبه ويتدخل ويساند الطرف الذي يملك الحق القانوني والدستوري والسياسي والانتخابي. أستاذ عقيل، حتى لو التحالف الثلاثي قدر يجيب ال 220، قوى الإطار ما تسمح. أنتم ماضين بيها يعني خلاص. ما تسمح بأي شيء. ما تسمح للسيد مقتدى وللتحالف الثلاثي المتهم بكونه تحالف تطبيعي أنه يستمر به تشكيل الحكومة ويترك الإطار معارضة. عزيزي هذا اسمح لي، هذا الموضوع يعني قوى الإطار إذا ما يعني لم تحصل على الثلث الضامن بالنتيجة هذه اللعبة السياسية وانتهى الأمر ونذهب إلى المعارضة، وإن كانت يعني لم يعني تتوفر لدينا مستلزمات المعارضة، ليس لدى الإطار أي بديل آخر غير الضوابط والثوابت القانونية والطرق الدبلوماسية بالتعاطي مع قضية الانسداد. فإذا ما حصل التحالف الثلاثي على إمكانية الذهاب إلى الجلسة وتحقيق النصاب وانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تسمية رئيس وزراء، هذا الأمر سيكون أمر واقع نتعاطى معه في حينها، يعني لكل حادث حديث بالأطر القانونية والدستورية والبرلمانية. أكثر من ذلك ما موجود، لأن أصل القضية وطيق دليل حتى تقتنع جنابك أنه الإطار التنسيقي لم يكن مقتنعا بنتائج الانتخابات، وهذه القضية طبعا كان من الأسهل أن تطيح بالعملية السياسية. أستاذ عقيل يعني قالها سيد مقتدى بخطابه: أنتم ما تقدرون من دون سلطة، أنتم ما لكم وجود من غير سلطة. من اللي ما يقدرون؟ سيد مقتدى يقول الإطار ما لهم وجود من غير سلطة، لذلك هم مستقتلين على السلطة. يعني هذا التعبير قلت لك هذا يدخل بقضية الاتهامات السياسية لا أكثر ولا أقل، لأنه الإطار التنسيقي أسأل أتكلم عن دولة القانون،
هل كان لدولة القانون وزارة في الدورة السابقة؟ له دولة معارضة وإن لم تعلن المعارضة. له دولة عميقة. عميقة. الدولة العميقة باسم دولة القانون. عميقة. أنت ما تدري أنت 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 خبرك بالدولة العميقة ممكن أنت بالعراق يمكن سام جنابك من الطلع ما تدري بالأمور. الدولة العميقة راحت ويا أهلها سارعت نار. الدولة العميقة مسمات باسم السيد المالكي. ما مسمات باسم سيد مقتدى ولا مسمات باسم السيد مسعود. طيب استاذ عماد هسه هذه قضيه هذا المسمى انا ايش اعتبره بشيء من التجني على السيد المالكي. السيد المالكي رجال من 2014 ترك الحكم لحد الان دولته العميقه شغاله تغيرت الدنيا ومدراء عامين تغيروا وكلاء وزراء تغيروا. لمن الدوله العميقه استاذ عماد؟ لمن الدولة العميقة؟ تعالوا ياي لمحافظة النجف. بس يواش تعالوا ياي لمحافظة النجف. استاذ عماد انت شو التيشيرت خلاك ما تسمع يواش؟ استاذ عماد تسمع؟ صوت الضيف كلش عالي اعلى من صوتك استاذ عدنان. بس اقول الدولة العميقة لمن استاذ عماد؟ لمن الدولة العميقة؟ انطيني اسم. اكيد دولة القانون. دولة القانون 8 سنوات دورتين دولة العميقة الكل يعرفون هم أصلا مصطلح دولة العميقة ظهرت في زمن السيد المالكي في أيام حكم السيد المالكي دولة القانون هاي منتهين منها. اي انتم هم يعني دولة عميقة استاذ عماد اعطينا انتم بالإقليم هم دولة عميقة الحزب الديمقراطي الكردستان. استاذ عبد الجبار الدولة العميقة لمن اليوم؟ الدولة العميقة هو محاولة استبدال عناصر جهات درجات خاصة لكن هذا أيضا طبعا أتحدث بصراحة وبموضوعية. كل طرف يحاول أن يؤسس دولة عميقة أو دولة موازية أو دولة خارج الأطر القانونية الدستورية الديمقراطية الانتخابية هي لا تصلح أن تكون هي إلا دولة ضد الدولة. ثانيا الدولة العميقة إن كانت على مستوى مثلا تحاول أن تؤسس لخط موازي يستبدل به الخيار الديمقراطي للعراقيين هذا أيضا يعتبر يعني نوع من أنواع الجرم السياسي. شكرا جزيلا. كان هو نوع من أنواع خلينا نسميه. بس شكرا. أنت ما تقدر تقول للدولة العميقة لمن أنا أعذرك أكاديميا يعني أنت ما تقدر تتحدث إلا باللغة الأكاديمية. أنا بس أقول لك شغلة أستاذ عدنان. الذي يتحدث عن المظلومية لمظلومية مضت خلي يتذكر استعصاء وجود الحلول بمعنى إنشاء مظلومية للعراقيين في إطار الديمقراطي وهذا عيب كبير. شكرا جزيلا حضرتك دكتور عبد الجبار أحمد أستاذ العلوم السياسية وشكري أيضا الأستاذ عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وشكري للنائب عن ائتلاف دولة القانون الأستاذ عقيل الفتلا وشكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقة اليوم ماذا سيحصل بعد مهلة 30 التي أعطاها الصدر لخصومه وحلفائه؟ وقعنا في الفخ شتري